السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حينما ترى عالما حافظا عاملا تقول كم أفنى أعواما من حياته في سبيل ذلك، وتتساءل كيف نذر كله للعلم وصار نبراسا يهتدى به ويهتدي به الناس. حينما تتحدث عن جبل متماسك من العلم تقول ماذا قرأ وأين تعلم وكيف تدرج في سلم المعرفة وحصل هذه العلوم. يبهرك في حفظه كلما سألته سؤالا أصل لك وأفتاك، أعطاك الحكم وما يحوط به. كم سهر الليالي وقطع مسافات واقتصر على غفوات لم يكمل استراحته، فكيف نظم حياته وكيف عاش تتساءل. للقرآن حامل وللمتون حافظ وللشروح زائد وفي الأصول متمكن، وتبقى الكلمات وصفة لجزء أو لجزء مما يحمل. نعم، هناك علماء تتابعوا عبر الزمن، حملوا الرسالة وبلغوها وعانوا في سبيل ذلك كثير المعاناة، لكن سلامة في الصدر، طهر في القلب، وهذا ما نظنه فيهم ونحسبهم كذلك. لم أكن لأستفتح مقدمة هذه الحلقة بهذا الشكل إلا لوجودي مع عالم تتجه الأنظار إليه وتنهل الأمة بأسرها من معارفه. إذا حدث وجه، وإذا سئل أفتى، وإذا نطق أجر الله على لسانه الحق. من عرفه لم يلمس فيه إلا تواضعا دون تكلف، ومحبة مسترسلة غير منقطعة. أرحب بفضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله. بارك الله فيكم شيخ. الله يكرمكم. هناك الكثير من الأسئلة يسألها طلبة العلم، كيف نطلب أو نطلب العلم وما هو السبيل إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشرية بالعلم، فآتاه من العلم ما آتاه، وبرز ذلك في أول مسابقة عقدت، وهي المسابقة التي عقد ربنا جل جلاله بين أبينا آدم عليه السلام والملائكة الكرام عليهم السلام أجمعين. وقد نجح فيها آدم لا بأصل عنصره فهو من تراب والملائكة من نور، ولا بعبادته فالملائكة عابدون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإنما كان ذلك بالعلم الذي علمه الله وآتاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد استشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا كله يرغب في طلب العلم ويبين فضل المشتغل به. وبالأخص إذا عرفنا أن طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه أفضل مما سواه من القربات، لأن البدء به
قبل غيره. فأول ما خاطب الله به هذه الأمة العلم، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاء بعد ذلك الخطاب الثاني، وهو الخطاب بالعبادة، في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم جاء بعد ذلك الخطاب بالدعوة، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فدل هذا على أن العلم عبادة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وهو ومن فريضة. قيام الليل وهو فريضة. وقال مالك لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقد يسر الله العلم وميراث النبوة للتعلم، فمن أراده واتجه إليه فإن ذلك علامة على توفيق الله له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به الخير وجهه لطلب ميراث النبوة ولدراسة هذا الوحي المنزل. وقد يسره الله للحفظ، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. جميل. فيتعلم الإنسان ما كتب له، وسيبقى دائما قليل العلم، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن يحصل له شرف القصد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هنا فريضة على كل المسلمين؟ طلبة العلم الشرعي يعني، أو طلب العلم الشرعي فريضة على كل المسلمين؟ نعم. أم على جزء منهم؟ على كل المسلمين، وكل المسلمين مكلفون بالشرع، والشرع لا يمكن أن يكلف به من يجهله. فأنت مكلف بأن تصحح عقيدتك، وأن تقيم صلاتك وطهارتك، وأن تقيم عباداتك، وأن تقيم عقودك، تقيم عقد النكاح، تقيم عقد البيع، تقيم هذه لا يمكن أن تقيمها إلا إذا عرفت حكمها الشرعي. فالله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أمرنا الله عند جهلنا بأمر ما أن نسأل عنه أهله، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما جهلناه نسأل عنه أهله، وحينئذ يكون هذا هو التعلم. جميل، جميل جدا. أنا أريد هنا أن أسأل عن أهم العلوم التي على طالب العلم الشرعي البدء بها ليخوض هذا المسار. للمسلمين في هذا تجارب متعددة، ولكن من أنجحها تجربة البداءة باللغة، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالعربية في سنته، ولا علم إلا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يمكن أن يدرسهما ولا أن يفهمهما ولا أن يستوعبهما من كان جاهلا باللسان الذي نزل به. فلذلك البداءة تكون بلغة العرب. يجب أن يتبحر في اللغة؟ لا، يجب أن يتعلم منها ما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله الموجهة إليه. فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين من الفرس عند البيت الحرام يتكلمان بالفارسية، فرفع عليهم الدرة وقال: ابغيا إلى العربية سبيلا. فلا يمكن أن يفهم سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد أو أي آية إلا إذا عرف هذه اللغة العربية. وهذه اللغة العربية علومها كثيرة، فهي بحر زاخر، ولذلك قال فيها بعضهم: إنها بحر زاخر تكلم فيه الأوائل والأواخر فاستخرجوا منه كثيرا من الجواهر. هذه اللغة فيها 14 علما، هي 14 تخصصا تقريبا بمصطلح العصر، منها مهردات اللغة، وهذه يكفينا منها المهردات التي في القرآن وبعض المهردات التي في السنة، لن نحيط بكلها. نعم. وقد ألف في ذلك عدد من المؤلفات، مثلا الراغب الأصفهاني ألف كتاب مهردات القرآن. راغب الأصفهاني، نعم، هذا أول معجم موجود في تاريخ المسلمين، وهو معجم مهردات القرآن.
وكذلك كثير من الذين ألفوا في معجم السنة، ومن أهمهم كتاب النهاية لابن الأثير في غريب السنة نهاية لابن لابن الأثير، الأثير. طبعا هذه المفردات. ثم يعني نأتي نوجه السادة المشاهدين أن يكتبوا، أنا أكتب صراحة لذلك يعني أريد الاستفادة، فنوجه السادة المشاهدين بأن يكتبوا خلف يعني كلام الشيخ لأنه مهم. نعم. تفضل. ثم بعد ذلك علم النحو علم الذي به النحو. يفهم الإنسان الفرق بين المفردات والتراكيب، وكيف يركب الإنسان جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، وما هو عمدة من الكلام وما هو فضلة. وهذا علم تطور منذ عهد الصحابة، أول من كتب فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تبعه الناس على ذلك، نعم. وهو من أهم علوم اللغة. ثم بعد ذلك علم الصرف، وهو علم الأوزان، أوزان الكلمات وما فيها من الحروف الزوائد والحروف الأصلية، لأن اللغة العربية فيها جذر، هذا الجذر مثلا 3 حروف نعم. مثلا الضاد والباء والراء والباء، نعم. هذه يمكن أن يشتق منها 6 مواد، والمواد معناه ما يشمل عددا من الأسماء والأفعال، وهي مثلا بهذا الترتيب ضرب، طيب. وبتقديم الراء رضب، اي نعم. وبتقديم الباء بضر، أو قل ضبر ثم ربض ثم بضرة. بضر ثم برض، فيكون 6 مواد. وهذه وهذه المواد، كلها لها معاني. هذه المواد بعضها مستعمل وبعضها يكون غير مستعمل. مثلا ضرب، هذا الضرب معروف، وهو أنواع منه النوع، هو الضرب بمعنى اي النوع، نعم. ومنه الضرب بالعصا، ومنه الضرب في الأرض بمعنى السير، له معاني متعددة. اي نعم. وهذه الكلمة، كلمة ضرب، يشتق منها في لغة العربي 6 أفعال و 12 اسما. 6 أفعال هي الفعل الماضي ضرب، والمضارع يضرب، وفعل الأمر اضرب، اضرب. وأفعل في التعجب ما أضربه، اضرب به. وأفعل به في التعجب أضرب به، وضرب وهي فعل للمبالغة، هذه في الأصل دون زيادة. اي نعم. أما إذا زدناه فسيختلف المعنى ويتغير، مثل ما قلنا أضرب فلان عن جميل الكلام، أو أضرب عن كذا، جميل وحينئذ تكون مادة مستقلة أيضا فيها جميل. نفس هذه. كذلك الأسماء التي فيها هي المصدر، وهو الضرب، واسم المصدر وهو المضرب، واسم الزمان كذلك المضرب، واسم المكان المضرب أيضا، وكذلك اسم الآلة المضربة أو المضرب، مضرب. نعم، الذي يضرب به، وكذلك اسم الفاعل وهو ضارب، والاسم وزن المبالغة وهو ضروب، ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا طمعوا بها فإنك عاقر، كذلك المضراب نفس الشيء، أوزان المبالغة. ثم بعد ذلك اسم، نعم، ذكرنا اسم الفعلية واسم الآلة، فبعد هذا يأتي اسم المفعول، اسم مفعول هو مضروب. مضروب، مضروب، وكذلك اسم، طبعا لو كان فيها صفة مشبهة، مثلا كان الشخص عرف بأنه تفضيل يدخل به. نعم، تفعل التفضيل أيضا، هذه 11، ما أضربه. ثم بعد أقصد سيدنا أضرب من عمرو، هذه نعم. أفعال التفضيل، هذه أفعال التفضيل وليس ما أضرب به. فيكون من ذلك 12 اسما تقريبا. هذا كله داخل علم الصرف. كله فقط في كلمة واحدة من 6 مواد، هذا في علم الصرف، لأنه يدلك على أصول الكلمة والزوائد التي فيها ما شاء وكيف الله. تتركب. ثم بعد ذلك يأتي علم البلاغة. أسهل شيء في علم الصرف ما هو؟ لامية الأفعال لابن مالك. لامية الأفعال لابن مالك. نعم. جميل. طيب إذا عندنا المفردات، النحو، علم الصرف، ثم بعد ذلك علم البلاغة. علم علم البلاغة البلاغة. 3 علوم، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فعلم المعاني هو الذي يميز لك بعدما عرفت في النحو أن في الكلام عمد لا يصح حذفها من الكلام، وفيه
الفضلات يصح حذفها. نعم. علم المعاني هو الذي يميز لك التعبير عن معنى تريده بالجملة المناسبة، نعم. ويبين لك كيف تجعل المسند إليه ضميرا، وكيف تجعله معرفة محلا بأل، وكيف تجعل المسند كذلك، وهل تحذف المسند أو لا، وكيف تقدم المسند على المسند إليه، وكذلك تعرف به أنواع الحصر، كيف تقصر الكلام على شخص معين، تقصر الصفة عليه، وكذلك الإنشاء والفرق بينه وبين هو إنشاء إيقاع لفظ بلفظ، إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، الفرق بينه وبين الإخبار، وكذلك متعلقات الفعل، وهي المعمولات الأخرى التي ينصبها الفعل أو تتعلق به، نعم. وكذلك ما يتعلق بالوصل والفصل فيما يتعلق بتعاطف الجمل. هذا علم المعاني. جميل. ثم بعد ذلك علم البيان، وهو العلم الذي يمكنك من تنويع في التعبير، تعبر بالتصريح، تعبر بالكناية، تعبر بالحقيقة، تعبر بالمجاز. فهذا الذي يعرف به هذا والمجاز. الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح ونحو ذلك، هذا هو علم البيان. نعم. ثم بعد ذلك علم البديع، وهو كيف تجمل لفظك. فهذا البديع إما أن يكون بديعا لفظيا، وإما أن يكون بديعا معنويا. فالبديع اللفظي يتعلق بالجناس بين الكلمات، ويتعلق بالموازنة بينها، والبديع المعنوي ما يتعلق بتوليد المعاني الجميلة، فهو بمثابة الفنون الجميلة عند أهل هذا الزمان. طيب، هل من الممكن أن يكون الإنسان بليغا دون أن يكون عنده أصول هذه العلوم؟ في زماننا، علوم البلاغة. في زماننا لا، لكن في زمان الأقدمين نعم، لأنهم كانوا ينطقون باللغة العربية على وجه السليقة. وأما اليوم فلا يمكن أن يكون الإنسان مثلا عارفا بالنحو وهو لم يدرس أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول به منصوب، وأن المضاف إليه مجرور مثلا. جميل. نعم. طيب، هذه بالنسبة للعلوم، هذه بعض علوم اللغة، ليست نعم كلها. نعم 12 نعم ذكرنا علما. أنها 14 علما. 14 علما. طيب، منها نعم، ربما يعني إذا أردنا الحديث عن علوم اللغة شيخنا يأخذ يطول عليك الوقت. الوقت. نعم. إيه نعم. ثم بعد ذلك إذا حصل الإنسان ما يفهم به شيئا من القرآن وشيئا من السنة، يبدأ في قضية هذه العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية يمكن أن نجعلها سلالات مثلا، أو مجموعات. نعم. مجموعة تتعلق بالقرآن، علوم القرآن، وهذه فيها علم التجويد، وهو أداء النطق، كيف تؤدي القرآن على وجه صحيح. من الله قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال ورتلناه ترتيلا، كيف يكون هذا التجويد؟ بمعنى أن تعرف صفات الحروف الأصلية والعارضة، وتعرف مخارج الحروف، وتعرف المدود، وتعرف الفك والإدغام، وتعرف ما يتعلق بأحكام النون والميم إلى آخره. فهذا هو التجويد. ثم بعد ذلك علم الرسم. علم الرسم. نعم، وهو العلم الذي وفق الله له الصحابة حين رسموا المصاحف، فجعلها قابلة لأن تقرأ منها كل القراءات المتواترة. جميل. هو نفس الخط واحدا لا يتغير، ولكن تقرأ منه كل القراءات. نعم. ثم رسم علم الضبط، وهو الذي وفق الله له التابعين حيث وضعوا الشكل الذي يميز ما يقرأ وما لا يقرأ مما كتبه الصحابة، لأن الصحابة حين رسموا المصحف رسموا لنا حروفا زائدة في الكتابة لا تقرأ. نعم. هذا مثل الضبط. العلماء فيها واو، مثل الصلاة فيها واو، الزكاة فيها واو، مشكات فيها واو، الربا فيه واو. نعم. هذه لا تقرأ، هذه الحروف التي لا تقرأ لابد. وكذلك العكس، حروف حذفوها وهي مثبتة في القراءة. فهذا علم الضبط. ثم بعد ذلك علم التفسير. تفسير، وهو تقريبا ما مراد الله بكلامه منا. نعم. وهو الذي تميز به بين الأساليب المتنوعة في القرآن، أسلوب الأمر، أسلوب النهي، أسلوب الخبر، وأسلوب الوعظ، وأسلوب التهديد، أسلوب الوعيد، أسلوب الوعد إلى آخره. ثم بعد ذلك علم أدلة الأحكام من القرآن.
أدلة الأحكام هو داخل تحت علم التفسير لكنه مستقل عنه. تفسير أدلة الأحكام، تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات مستقل. الأحكام. نعم. ثم بعد ذلك علم ما يسمى بعلوم القرآن، وهذا علم مستقل يشمل قضية الأسباب النزول وقضية المكي والمدني. طيب، هذه إذن علوم التي ذكرناها هي علوم متعلقة بالقرآن، متعلقة بالقرآن خالية. الآن علوم القرآن. نعم. طيب، علوم القرآن علم من علوم القرآن، هو علم من هذه العلوم مثل التفسير، مثل كل هذه، داخل في نفس الدائرة لا تخرج عنها. طيب خلاص رجعتها. نعم، هي علوم القرآن. علوم القرآن هذا علم يشمل الناسخة والمنسوخة والمكية والمدنية وعدد الآيات وما يتعلق بأسباب النزول. أسباب النزول يندمج. هذا هو العلم، هذا العلم يسمى علوم القرآن، ويدخل فيه أيضا في عصرنا هذا ما يسمى بالترجمة وما يتعلق بها. طيب، دراسة أسباب النزول يعني وتطبيق ربما القرآن في واقعنا اليوم إلى أي مدى مهم لطالب العلم الشرعي؟ هو المهم في أسباب النزول أنك تفهم بها دلالات، لأنك لو أخذت الآية مقطوعة عن سبب نزولها لن تفهمها. مثلا اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هاتان الآيتان لا يمكن أن تفهمهما دون معرفة سبب نزولهما، لكن بمعرفتك لسبب النزول تفهم وجه النزول، لأن بعض الأمور تكون محذوفة تفهم من القصة، ويكون القرآن يغطي يجيب فقط، وأنت إذا وجدت جوابا دون السؤال. أي نعم. جميل. نعم. جميل جدا. هذه علوم متعلقة بالقرآن. ثم النوع الثاني العلوم المتعلقة بالسنة النبوية. نعم. هذه السلالة الثانية. السنة النبوية علم كبير، هو أول العلوم، أول علم عرفه المسلمون هو علم السنة. نعم. كان علم التفسير جزءا من علم السنة، كان علم العقيدة جزءا من علم السنة، كان الفقه جزءا من علم السنة، كانت السيرة جزء من علم السنة، كان التاريخ جزء من علم السنة، كان الأصول جزء من علم السنة. أي نعم. في أيام الصحابة والتابعين كان علم واحد اسمه علم السنة وأتباع التابعين، حتى جاء من بعدهم فهم الذين فصلوا من هذا العلم علوما أخرى. جميل. وهذا العلم هذه السلالة فيها علوم كثيرة، منها علم متون الحديث وهو الكتب مثلا التي جمعت الحديث، ثم بعد ذلك علم الأسانيد وهذا ما انفردت به الأمة. إيه نعم. ثم بعد ذلك علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل. تخريج دراسة الأسانيد وعلم العلل، علم مستقل اسمه علم العلل. ثم بعد ذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، اصطلاح العلماء في هذا. ثم شروح الحديث علم آخر، ثم شرح، ثم أدلة الأحكام من الحديث هذا علم مستقل. الجرح والتعديل وين يندرج؟ هذا في الرجال، دراسة الأسانيد قد ذكرناه. دراسة الأسانيد. ثم بعد ذلك ما يتعلق بتاريخ تدوين السنة وطرق التأليف فيها. ونسينا من علوم القرآن أيضا علم طبقات القراء والمفسرين. نعم. هو مقابل هذا. علم الطبقات. طبقات القراء والمفسرين. ثم بعد هذا السلالة الثالثة هي علم العقائد. وهذا يشمل ما يلزم المكلف أيا كان معرفته، هذه عقيدة يلزم كل مسلم أن يؤمن بها، وهي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. ثم بعد ذلك علم العقائد وهو علم مستقل يدخل فيه عقائد أهل السنة وعقائد المبتدعة أصحاب الأهواء، يجب معرفتهم؟ لا، يجب فرض كفاية مثل بعض هذه العلوم، هي على سبيل الكفاية، لكن القسم الأول وهو القدر الذي جاء في حديث جبريل واجب عينا. أركان الإيمان؟ نعم، أركان الإيمان. أما هذا العلم ففيه كما ذكرنا المذاهب، ومذاهب لأهل السنة ومذاهب لأهل البدعة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بعلم الكلام وهو الاستدلال العقلي وطرقه. ثم بعد ذلك علم الجدل العقدي وهو مثل ما سنذكره في الأصول الجدل الفقهي.
ثم بعد ذلك ما يتعلق بالفرق ونشأتها والمذاهب وما يتعلق بها، هذه علوم تتعلق بالعقيدة عموما. جميل. ثم بعد ذلك السلالة الرابعة هي علم الفقه، الخامسة القرآن، ثم السنة، ثم العقائد. أولا اللغة العربية، نعم اللغة العربية، اللغة العربية، ثم القرآن، ثم السنة، ثم العقائد، فنصل خامسا إلى علم الفقه، وهو أيضا علوم كثيرة، منها ما يسمى بالفقه المذهبي، أهل كل مذهب يحتاجون إلى دراسة فقه، حنفي، الحنبلي، أي نعم، مالكي، كل هذه المذاهب تحتاج إلى دراسة الفقه خاصة. المذهبي. ثم في الفقه المقارن الذي يجمع بين هذه المذاهب، ثم فقه الخلاف العالي، وهو ما زاد على المذاهب كفقه التابعين والصحابة والمذاهب المندرسة. فقه الخلاف العالي، أي نعم، يعني مثلا ما يذكر لك، يوجع لك أقوال الأوزاعي والليث بن سعد بالنسبة لأتباع التابعين، يعني غير المذاهب الأربعة، غير المذاهب الأربعة خارجة. جميل. ثم بعد ذلك علم الأصول، أصول الفقه، هذا من أهم علوم الفقه، أصول الفقه. ثم علم القواعد الفقهية، ثم علم تخريج الفروع على الأصول، ثم علم الجدل الفقهي، ثم كذلك علم طبقات الفقهاء، ثم علم القضاء، ثم علم النوازل، ثم علم الفرائض، ثم علم الآداب الشرعية، ثم علم السياسة الشرعية، الآن أصبح علما مستقلا، ثم علم الاقتصاد الإسلامي، أصبح علما داخلا في علوم الفقه. فعلوم الفقه لا حصر لها. جميل. فهي أولى من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر أفناه، ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. نعم. ثم بعد ذلك العلوم النقلية، وهذه أهمها علم السيرة النبوية، ثم علم تاريخ الخلفاء الراشدين، ثم علم فتح تاريخ فتح الأمصار وما يتعلق بها، فتوحات البلدان، ثم علم التاريخ عموما والدول طيب مقارنة الأديان تندرج مع علم العقائد والكلام؟ ذكرها. مقارنة الأديان، نعم. جميل. إذن هذه أهم العلوم التي يعني تكون مفاتيح. نعم، بقي لنا علم الدعوة وما يتعلق به، وسلالة مستقلة. نعم نعم، فهذه هي أهم العلوم. طيب جميل جدا. هناك العديد من الأسئلة الآن على الفيسبوك، وكذلك الأمر عبر الاتصال الهاتفي. هل من رسالة لطلبة العلم قبل أن ننتقل لي؟ نعم، بالنسبة لهذه العلوم لا تكثر عليك ولا تتشعب في ذهنك، فإنها ميسرة للعلم، وإنما يؤخذ العلم تدريجا، وبالإمكان أن يكون الإنسان مشاركا في كل علم من هذه العلوم ويعرف المفاتيح، ومن خلال ذلك يطور نفسه ويزيد فيها. ومن السهل جدا أن يأخذ الإنسان من كل علم كتابا صغيرا مختصرا، وإذا استوعبه كان كل ما يدرس من الكتب في ذلك العلم شرحا لذلك الكتاب الأول. جميل. الذي في ذهنه، نعم. اللي فيه الأساسيات كما الذي فيه يقول. الأساسيات، نعم. طيب جميل جدا. لو سمحتم لنا أن نبدأ باستقبال سادة المشاهدين المتصلين، كذلك الأمر بإمكانكم مشاهدينا التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما بإمكانكم ترك تعليقاتكم في البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية. طبعا معنا الآن تسجيل صوتي، هناء من الأردن، نستمع إليه ثم نجيبها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية على القناة الجميلة وكادرها الرائع. فضيلة العلامة والد الددو، ليس هناك كلمات تصف محبتي لك في الله، ويكفي أن أقول لك أن هدية أولادي لي إن شاء الله أن يزوروني موريتانيا للتشرف بلقاء فضيلتكم. هناك تعقيب على درس لفضيلتكم بعنوان لماذا نحب الله، وهو عندما ذكرت الجنين في رحم أمه. أنا أدرس مادة التكوين الجنيني، ومن روعة صنع الله أن الجنين يبتلع من هذا السائل لما فيه أهمية لتطور جهازي الهضمي وعضلات جهازي التنفسي. هذا تعقيبي. أما سؤالي فهو: حتى أعلم ما أوجب الله علي وما حرمه، ولا أتمكن من عبادتي وفق ما شرع، فعلي أن ألتزم بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعليم العلوم الشرعية في زمننا هذا متاحة بالمجان من خلال المواقع الإلكترونية والقنوات وغيرها. سؤالي: كيف لي أن أتحرى أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والورع، وأن أميزهم عمن تجاسروا على الاستنباط من النصوص وتقحموا بوابة هذه العلوم من غير أهلية، وأنا نفسي
لست متعلم للعلوم الشرعية وأفتقر للكثير منها. جزاكم الله خيرا. بارك الله في الأخت هناء لتسجيلها وإرساله. معنا الآن اتصال هاتفي عمر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب سيد محمد من الجزائر، إذا نعاود الأخ عمر. سيد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله، تفضلوا سيدي. أشكركم على هذه التسجيلات الجميلة وتعليم العلوم، جزاكم الله خيرا. بارك الله بكم وبارك فيكم. كنت أحتسب أن اليوم موضوع أسئلة، ولذلك سمعت إلى درسكم وتيقنت أن اليوم ليس موضوع أسئلة. وبارك الله فيكم. لا هناك، نعم نعم، نستقبل الأسئلة، تفضل سيدي. ما حكم رجل قال لجوزته أمرك بيدي وذهبت هي إلى أهلها، هل هذه طلقة واحدة أم ثلاثة؟ طيب جزاك الله خيرا. حكم من قال لزوجته أمرك بيدي، بيدك. نعم، وذهبت إلى أهلها. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم. طيب معنا اتصال آخر. نبأ من العراق، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. لا أستطيع أن أصف محبتي وشكري إلى فضيلة الشيخ القدير العلامة الشيخ محمد الحسن الددو. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الجليل، أطلب منك الدعاء. وفقكم الله وسددكم. أنا في كرب وهم. يا شيخ أطلب منك الدعاء أن يحفظ لي أبي وأمي وجدتي، وأن يبارك في أعمارهم. وأن يحفظ لي أخواني وأختي وزوجها وأولادها. آمين. شيخنا الجليل، لدي امتحان، بما أن الحلقة عن العلم وطلب العلم. أنا طبيبة في تخصص النساء وأمراض الولادة. لدي امتحان عملي يومي الجمعة والسبت القادم إن شاء الله. أطلب منك الدعاء في صلاتك، في سجودك يا شيخ، أنه رب العالمين ينجحني من المحاولة الأولى، من الدور الأول يا شيخ. يا رب. أنا جدا خائفة لأن دراستي لم تكن على أتم ما يكون، وجدا خائفة ومتوترة، ويعني الله يعني يسترني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ويوفقكم وينجحني في هذا الامتحان يا شيخ. جزاك الله خيرا. اسمي نبأ وجيه من العراق، في صلاتك في سجودك يا شيخ. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا لكم، بارك الله فيك، نجحك الله وسددك إن شاء الله تعالى. طيب معنا اتصال آخر. طيب إذا نبدأ بالتسجيل الصوتي. التحري عن أهل العلم، التحري عن أهل العلم، يعني تقول أن اليوم طلبة العلم، لا ذكرت شيئا في الجهاز الهضمي ما أعرفه، لا التي بعدها أعتقد. السؤال الأول كان في الجهاز الهضمي، نعم قد كان تعقيب عن حلقة سابقة ربما عن الجنين فيما يتعلق بالجنين، لا أعرف، ممكن نعيد للتسجيل الصوتي شباب؟ ما أسمعه جيدا. تسجيل صوتي هنا، الأخت هنا، خلينا نعيد التسجيل الصوتي. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية على القناة الجميلة وكادرها الرائع. فضيلة العلامة والد الددو، ليس هناك كلمات تصف محبتي لك في الله، ويكفي أن أقول لك أن هدية أولادي لي إن شاء الله أن يزوروني موريتانيا للتشرف بلقاء فضيلتكم. هناك تعقيب على درس لفضيلتكم بعنوان لماذا نحب الله، وهو عندما ذكرت الجنين في رحم أمه. أنا أدرس مادة التكوين الجنيني، ومن روعة صنع الله أن الجنين يبتلع من هذا السائل لما فيه أهمية لتطور جهازي الهضمي وعضلات جهازي التنفسي. هذا تعقيبي. أما سؤالي فهو حتى أعلم يبتلع. أوجب الله علي وما طيب حرم ولا أتمكن من عبادته. أن الجنين يبتلع هذا السائل، لكن يبتلع ما لا يضره. أنا أتكلم فقط عن لطف الله، وأنه لم يملأ حلقه وأنفه وأذنه. لو أنه وقع في بركة مثلا ولم يصل إليه من ينقذه لهلك، وهو الآن يسبح في بركة من المياه في الرحم. أي سائل تقصد به شيخنا؟ السائل الذي في داخل المشيمة. هذا السائل الذي داخل المشيمة، أي نعم، هو ماء، أي نعم، والجنين
تغذيته وكثير من أموره، كل مخرجاته ومدخلاته تأتي عن طريق الحبل السري الذي هو بمثابة عرق البذرة. لكن ذكرت هي أنه أيضا قد يبتلع شيئا يسيرا لتنفتح به الأوعية، وهذا صحيح، لكنه ليس إلا بقدر يركبه بقدر الله الحاجة له. يعني قدر الحاجة. نعم. فلو أنه فتح حلقه وامتلأ بطنه من هذا السائل غرق. نعم. طيب السؤال كان عن التحري عن أهل العلم، كيف يمكن أن تعرفه؟ بالنسبة للوسائل العصرية اليوم، أصبح يبرز على الشاشات كثير ممن يخبط ويربط وممن يدعي ولا ليس من أهل العلم، وكلامه يفضحه ويدل على جهله تماما. ولكن كثير من الأميين والعوام يغترون بالظهور على الشاشات، فيرون أمثالنا ويظنون أنهم من العلماء، ونحن لسنا من العلماء ولا يمكننا أن ندعي ذلك، فيغترون بهذا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتحرى عن الشخص ويسمع كلام أهل العلم فيه. مالك بن أنس يقول: ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. ويسأل الإنسان أهل العلم في بلده. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الأسانيد والجرح والتعديل. والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يميز به من يستفتيه. جميل. نعم، فيعرف به من يستفتيه من خلال هذا الذي آتاه الله من الاجتهاد. كيف يكون العالم عالما؟ العالم إنما يصل إلى هذه الدرجة بحيث يكون مشاركا في العلوم، في العلوم الشرعية، فاهما مستوعبا، ذا عقل وفهم وذا دين وورع وذا إخلاص ينور الله به بصيرته حتى يختاره أن يكون من أمنائه على وحيه. فإن وحي الله عزيز ولا يمكن أن يأتمن الله عليه المفلسين، وإنما يأتمن الله عليه خيرة أهل كل زمان، كما أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. نعم. من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم اختيار يختارهم الله من كل عصر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. جميل. فيختار طائفة من الناس يأتمنهم على وحيه ويعلمهم ما لم يكونوا ليعلموا لولا اختيار الله وتعليمه. نعم. حكم من قال لزوجته: أمرك بيدك. هذا تمليك، وهي مالكة حينئذ لعصمتها، فإذا طلقت نفسها طلقة واحدة لزمت، وإذا طلقت طلقتين لزمتها، وإذا طلقت ثلاثا لزمنا. فالمرجع إلى نيتها هي وما قالت وما فعلت. أما مجرد ذهابه إلى أهلها فذلك ليس فيه تصريح بالتطليق ما لم تخبرهم أنها طلقت نفسها، وأنه جعل أمرها بيدها وقبلت، وأنها طلقت نفسها. فإذا لم تكن تكلمت فلا طلقة أصلا، وإذا تكلمت فبحسب قولها ونيتها يحصل ما نوت. طيب، إذا قال لك: لها أمرك بيدك، هل هنا أصبحت يعني كل الأمر بيدها، ولا يحق له ربما أن يعيد العصمة إليها كما يقال؟ لا بد أن يكون ذلك في وقت معين. ولو قال لها: أمرك بيدك، معناه في هذا المجلس فقط، إذا قامت من المجلس انتهى. فالطلاق 4 أقسام. نعم. إما أن يوقعه الإنسان بنفسه، وإما أن يوكل عليه شخصا آخر، وإما أن يملكها هي عصمتها، وإما أن يخيرها. فهذه 4 أقسام. نعم. جميل. نعم، جميل جدا. معنا اتصال هاتفي، محمد من سوريا، سنرحب به. أهلا بك أخي محمد. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، تفضل سيدي. السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا. عندي سؤالين لو تكرمتم. سريعا تفضلوا. السؤال الأول: قرأت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، فأصبحت دائما أنصح من حولي وأنهى عن المنكر، ولكن أغلب الناس لا يتأثر ولا يستجيب لنصيحتي. بقي أحد معك أخي محمد؟ نعم، بقي أحد معك؟ لأنه في زماننا اليوم لا يحبون من يعني يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم صحيح، فدائما يتهربون من القعود معي والجلوس معي. نعم، لأني دائما أنهاهم.
فماذا أفعل؟ هل أستمر بالأمر بالمعروف أم أتوقف وأكون داعي إلى الله بأفعالي لا بأقوالي؟ طيب خليك قبل السؤال الثاني، خلي شيخنا يتحدث معك عن هذه النقطة. نعم، بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلا النهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا أبدا، والأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنونا وتارة يكون مندوبا بحسب المعروف المأمور به. فحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختلف باختلاف المأمور به والمنهي عنه. النهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا أبدا، ولأنه منكر معناه أمر إجماعي على حرمته واضح جدا، ليس الإنسان مرتكبا له عن ضرورة ولا عن جهل ولا عن إكراه. جميل، فهذا يجب تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. والأمر بالمعروف بحسب درجة ذلك المعروف، إذا كان الإنسان تاركا للصلاة فهذا أمر بالمعروف واجب، لأن الصلاة واجبة. إذا كان كذلك تاركا للوتر فيكون هذا سنة، لأنه أمر بسنة. إذا كان تاركا لتحية المسجد فهذا ترك لمندوب، فيكون الأمر به مندوبا، وهكذا. فالشخص إذا كان صادقا لله سبحانه وتعالى مخلصا وأمر نفسه بالمعروف ونهاها عن المنكر، فحينئذ ينصح الآخرين أيضا ويختار الأسلوب الأمثل والأقوم الذي ليس منفرا ولا فيه تشنيع على الناس. جميل. بل يحاول نصحهم بالتي هي أحسن وتعليمهم وإرشادهم، والتأثير في ذلك يحتاج فعلا إلى عقل وتدبير. فقد ورد أن الحسن بن علي والحسين رضي الله عنهم أجمعين رأي رجلا من الأعراب من الكبار كبير السن ولا يحسن الوضوء، يتوضأ حولهما وضوءا غير صحيح. نعم. فأراد أن يعلماه من حيث لا يكسران خاطره ولا يؤثران عليه. فجاء الحسن فقال: قد اختلفت أنا وأخي في هيئة الوضوء، فأردنا أن نجعلك حكما بيننا وأنت أبونا شيخ كبير. فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين فأحسن الوضوء، ففهم الشيخ أنه هو المقصود بالتوجيه، فقال: كلاكما أصبتما وأنا الذي أخطأت. فيكون الإنسان قد يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر من غير أن يكون طاعنا في أحد ولا كاسرا لخاطر أحد. يا سلام. نعم، جزاكم الله خيرا. أخي محمد، سؤالك الثاني سريعا. نعم، السؤال الثاني: هل يشترط الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم الدنيوي، أم أن الإخلاص يكون فقط لطلب العلم الشرعي؟ طيب، جزاك الله خيرا، بارك الله بك، تفضل شيخنا. بالنسبة للإخلاص مطلوب في كل عمل، فعمل الإنسان إما تحصيل درهم للمعاش أو حسنة للمعاد، وكلاهما يطلب أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. جميل. ولكن يكون الأمر الأخروي متمحض العبادة، ويكون الأمر الدنيوي بحسب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فبحسب ذلك. فإذا أخلص الإنسان حتى في علوم الدنيا، فتعلم الطب من أجل أن ينقذ حياة المسلمين الأرواح، و تعلم الهندسة من أجل أن يحقق الاستخلاف في الأرض. نعم. وتعلم الزراعة من أجل أن يغذي الخلائق التي كل ذي كبد رطبة منها فيه أجر. فيكون حينئذ مثابا على ذلك التعلم، ويكون كالمجاهد في سبيل الله في كل أعماله. نعم. جميل جدا. معنا اتصال هاتفي من الجزائر، عبد الواحد. السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. حياكم الله وأشكركم على هذا البرنامج المفيد. بارك الله بكم سيدي. سؤالي للشيخ: أنا أعمل أستاذا بمدرسة غالب تلاميذها من الأسر الفقيرة. نعم. وقد كلفني أحد الإخوة بصرف زكاة ماله لتغطية الحاجية المدرسية لبعض هؤلاء التلاميذ. ورأيت أنا أن أوجه هذه الأموال لشراء بعض المعدات الإلكترونية. نعم. المساعدة على تنظيم المسابقات العلمية بين التلاميذ، لما هو معلوم من أثار هذه المسابقات في تربية هؤلاء التلاميذ وتعليمهم وتشجيعهم على البحث. نعم. فهل يجوز شرعا صرف أموال الزكاة في شراء هذه المعدات؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم. معنا اتصال. طيب، نجيب الأخ.
جزاك الله خيرا عبد الواحد. إذا كانت لديك جمعية أو مؤسسة أو كنتم مجموعة تشرفون على هذه الدورات وعلى هذه الأموال وصرفها، فيجوز حينئذ أن تأخذوا الزكاة بصفتكم جهة جامعة لها وهي العاملون عليها، وحينئذ تشترون بها هذه المعدات وهذه الأجهزة للطلاب وتشرفون على هذه المسابقات وتقيمونها بينهم. أما إذا كنت أنت أستاذا فردا وليس لك جمعية ولا مؤسسة ولا معك غيرك، فلا يمكن أن تصرف الزكاة في ذلك، لأن الزكاة ليست ملكا لك وإنما هي ملك للغير، وأنت لست ولي أولئك الطلاب، ولا يحل لك التصرف في أموالهم ولا أن تشتري بها ولا أن تبيع، فيجب عليك تسليمها إلى مستحقيها مباشرة، ولكن لك أن تنصحهم بأن يجعلوها في تلك الأجهزة شاءوا أم أبوا. نعم، معنا محمد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضيلتكم وفضيلة الشيخ؟ حياكم الله، الله سيدي، تفضلوا. الله يبارك فيكم. عفوا بس استفسار صغير بلا زحمة. طيب تفضلوا سيدي. عفوا، أنا بصراحة أحب الشيخ كثيرا، بارك الله بك. وأنا دائما أشوف الشيخ بالرؤية، فآخر رؤية يعني بس أحب إذا تستفسيره إذا ممكن. طيب، رغم أننا يعني لسنا في برنامج لتفسير الأحلام، لكن يعني صغيرة لكن صغيرة لكن صغيرة إصراركم صغيرة على الطلب، أي نعم، إصراركم على الطلب في الكنترول، نتيح لكم سريعا هذه يعني هذا الطلب. تفضل سيدي. تسلم، الله يبارك فيك. عفوا بس آخر رؤية، أنا مع إخواني الاثنين مع الشيخ، فحبينا نسلك على إيده، يعني ناخذ طريقة. نعم. أخي الأول أخذ إيده وبايعه وقرأه سورة الفاتحة. نعم. وأخي الثاني أخذ إيده وقرأوا يا أما سورة الصمد أو إحدى المعوذتين. وأنا لما أخذ إيدي قراني آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى آخر الآية. نعم. وهذه اللي يعني حسب ما أذكره، ف ما شاء الله، يعني أتمنى التفسير. طيب تفضل، جزاك الله خيرا، بارك الله بك. تفضلوا شيخنا. بارك الله فيه وفي أخويه، فأخواه إن شاء الله تعالى يكونان من أهل القرآن، وهو يكون من الساعين للإصلاح، يجري الله على يديه إن شاء الله الصلح بين المسلمين. آمين. طيب، معنا اتصال آخر. عيسى من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله أخي، أهلا ومرحبا. نستفدكم، نشكركم على استضافة الشيخ الشنقيطي، حياكم الله. سؤالي، ما هي العلوم الواجب أن يتعلمها المسلم؟ جميل. طيب، أنت تابعت الحلقة من البداية أخي الحبيب؟ نعم. جميل. طيب، بارك الله بك وشكر الله لك. الآن إن شاء الله تسمع الإجابة شيخنا، تفضلوا. بالنسبة للواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني هو الذي يجب على كل أحد والمقصود أن يحصل من كل أحد. إينا. والواجب الكفائي هو ما لا يجب على كل فرد والمهم حصوله أن يقع فقط، سواء من أي أحد وقع. والعلوم تنقسم إلى هذين القسمين، منها ما هو واجب عيني ومنها ما هو واجب كفائي. إينا. فالواجب العيني القدر الذي يصحح الإنسان به معتقده ويقيم به فرائضه وعقوده ليعامل الله به معاملة صحيحة، ويعامل عباد الله كذلك معاملة صحيحة، فهذا القدر هو الواجب. وقد اختلف أهل العلم في عده، فمن أهل العلم من عدوا منه البدايات في العقائد وفي الفقه وفقه العبادات بالخصوص، وقد أنكر الحطاب رحمه الله أنهم لم يجعلوا في هذا القسم المعاملات، لأن الفرد عادة لا بد أن يحتاج إلى نكاح أو بيع أو شراء أو إجارة. نعم. فيحتاج إلى ذلك، فيكون ذلك فرض عين في حقه، لأنه لا يحل له الإقدام على ذلك ما لم يتعلم حكمه. جميل. الآن في هذا الزمان أصبحنا نحتاج إلى ما لا يسع المسلم جهله من هذه العلوم، وقد بدأ بعض أهل العلم بعض المؤلفات في ذلك، منها ما لا يسع المسلم جهله للشيخ عبد الله المصلح، ومنها منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري، وكذلك بعض المؤلفات الأخرى في هذا الباب. آخر اتصال هاتفي إن شاء الله. معنا أم وفاء من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. تفضلوا سريعا. لدي سؤالين للشيخ. تفضلوا.
السؤال الأول، ما هو حكم دفع مبلغ بسيط للموظف في الدوائر الرسمية من أجل الإسراع في الدور؟ نعم، واضح. شكرا جزيلا لكم أختم الوفاء لمشاركتكم. تفضلوا شيخنا. دفع مبلغ بسيط من أجل يعني التسريع في الدور، التسريع. هناك دور يقف عليه طوابير. إذا كان ذلك ظلما لآخرين بتأخيرهم وهم سابقون في الترتيب، فيكون هذا رشوة ويكون حراما على الطرفين. وإذا كان الإنسان لن يكتب اسمه إلا إذا دفع ذلك المبلغ، فيكون هذا مما ذكر أهل العلم أنه من الرشوة التي تجوز للدافع وتحرم على الآخذ، فهذا بحسب حاله. طيب، جميل. أخ يوسف يسأل، يقول عندنا في الجزائر كل عام في هذا الوقت تقوم جماعة تنتسب إلى الصوفية بإقامة ما يسمى اليوم بالزردة أو الوعدة على روح فلان المتوفى، يقومون بذبح الأضاحي وقراءة القرآن والحضرة الصوفية، وهلم جرى، ما حكم هذا في الشرع؟ بالنسبة للصدقة عن الأموات لا خلاف في وصولها، من سواء كانت ذبحا أو لحما أو اشتروا لحما من السوق أو اشتروا طعاما وتصدقوا به عن فلان، فإنه يصل إن شاء الله تعالى إن كان فلان من المسلمين. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن ففيه خلاف. نعم. فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يصل. وهذا الأصل، لأن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد جاء في أربعة مواضع من القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وعند أقصد عفوا قلت عند مالك والشافعي لا يصل، أما عند أبي حنيفة وأحمد فإنه يصل قياسا على الحج والعمرة ونحو ذلك. نعم. الصدقة. وعموما فإن ذلك لا بد أن يكون أيضا على الوجه الشرعي، بأن لا يكون فيه ابتداع ولا تقديس للموتى ولا طواف بالقبور ولا التماس ما لا يقدر عليه الأحياء ولا الأموات من المساكين المخلوقين الموتى، فهم يحتاجون إلى من يتصدق عنهم ويحتاجون إلى من يدعو لهم، ولا يستطيعون أن يقدموا أي نفع للإنسان. نعم. شيخنا، مع الأسف انتهى وقت الحلقة ولم أستطع أن أطرح يعني أي سؤال من أسئلة الفيسبوك الواردة. هل تأذنون لنا أن تكون الحلقة المقبلة استكمالا لهذه الحلقة فيما يتعلق بطلب العلوم الشرعية، وكذلك الأمر نجيب على ما ورد من هذه الأسئلة؟ الحلقة حلقتكم، أنا ما لي فيها دور إلا بارك إجابة الله بكم. لا سيدي، نحن ضيوف عندكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم فضيل شيخنا العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، أشكركم شكرا جزيلا، تشرفنا في قاف التفاعلية دائما. بارك الله بكم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله أسئلتكم التي طرحتموها الآن على البث المباشر سنجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نلتقي الاثنين المقبل بالتوقيت ذاته. ها هو فاتح حبابة يحييكم في أمان الله.